معنا هاتفيا من أمستردام المتحدث باسم حملة مواجهة القانون القومية الإسرائيلية ماهر حجازي. مرحبا بك. في ذكرى وعد بلفور، إذا الأنباء أكدت إصابة 32 فلسطينيا في أثناء قمع الاحتلال الصهيوني هذه التظاهرات. كيف تقرأ تزايد القمع الصهيوني للمتظاهرين السلميين على الرغم من إعلان التهدئة؟ نعم، بداية تحية لك وللسادة المشاهدين. لا شك يعني هذا الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يواصل منذ أكثر من 70 عام على نكبة الشعب الفلسطيني وأكثر من 100 عام على تصريح بلفور، ونحن في يعني اليوم هو ذكرى 101 عام على تصريح بلفور. يواصل هذا الاحتلال الإسرائيلي جرائمه بحق الشعب الفلسطيني داخل فلسطين، وبالتالي هذا الاحتلال الإسرائيلي يحاول جاهدا أن يفرغ الأرض الفلسطينية من أصحابها الأصليين، ولكن الشعب الفلسطيني أثبت بعد أكثر من كما قلت أكثر من 100 عام أن الشعب الفلسطيني متمسك بكل حقوقه، وفي مقدمتها حق العودة إلى فلسطين كامل التراب الفلسطيني. ولا شك يعني هذا الحراك الفلسطيني الكبير من خلال مسيرات العودة الكبرى السلمية في قطاع غزة التي تواصل منذ شهر آذار الماضي لتؤكد أن الشعب الفلسطيني يرفض الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 12 عاما على أهلنا وأبناء شعبنا في القطاع، وأن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الخارج وفي كل مكان متمسك بخيار العودة ولا بديل عن حق هذا العودة. وبالتالي هذا الاحتلال الإسرائيلي يحاول من خلال هذه الجرائم والانتهاكات المستمرة أن ينتزع هذا الحق من الشعب الفلسطيني، ولكن الشعب الفلسطيني يؤكد دائما أنه مستمر في الصمود والتصدي حتى نيل كافة حقوقه. طيب، كيف ترى تصريح إسماعيل رضوان بأن انخفاض وتيرة مسيرات العودة هو تغيير تكتيكي بحسب وصفه؟ هل هو محاولة تهدئة الشارع الذي أنهك أم استراحة للبدء في سياسة جديدة ضد الاحتلال؟ يعني المتابع لمسيرات العودة الفلسطينية الكبرى التي انطلقت في شهر آذار الماضي يلاحظ أن يوم نتحدث عن أكثر من 200 شهيد فلسطيني سقطوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي. هذا الحراك الفلسطيني في قطاع غزة يعني ونحن نتابع بشكل يومي هناك، يعني كانت الجماهير الفلسطينية تنطلق في كل يوم جمعة، لكن اليوم نرى أن الجماهير الفلسطينية على مدار الأسبوع تتجه باتجاه يعني قطاع باتجاه المسيرات كل يوم باتجاه مسيرات العودة. وبالتالي هذا هو خيار الشعب الفلسطيني اليوم يعني، وايضا يعني نتابع كل ما يصدر من رسائل من ابناء شعبنا والمشاركين في هذه المسيرات. لا شك ان العزيمه كبيره لدى اهالي قطاع غزه، وان رغم يعني الدماء الكبيره التي تدفع لا شك ان اهالي غزه مستمرون ويواصلون هذا العمل الذي اربك الاحتلال الاسرائيلي. والاحتلال الاسرائيلي اليوم يعني اليوم كان الحديث وسائل الاعلام ليس ان تكون يعني ان يكون لا يكون هناك مواجهات مع الاحتلال من قبل مواجهات مباشره مع الاحتلال. الاحتلال الإسرائيلي هو من يريد أن يوقف مسيرات العودة الكبرى، لأن مسيرات العودة الكبرى حققت يعني إنجازات كبيرة وأربكت حسابات الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي مسيرات العودة الكبرى وفق ما يعني ما يصدر من أبناء شعبنا داخل القطاع هي ستتواصل هذه المسيرات حتى تتحقق مطالب، لأنها بدأت فعلا يعني تحقق بعض الإنجازات وبعض الثمار. طيب، ربما تصبح يعني أكثر سلمية بخفض بعض الإجراءات من الحصار الإسرائيلي. بالحديث عن ذكرى وعد بلفور، كيف ترى القضية الفلسطينية بعد كل هذه السنين، وما تقييمك للتعامل السياسي الفلسطيني مع قضيته طوال هذه السنين؟ يعني بعد 100 عام أكثر من 100 عام على تصريح بلفور المشؤوم الذي أعطى من لا يملك من لا يستحق، نرى أن الشعب الفلسطيني والأجيال الفلسطينية المتعاقبة تتمسك بحق العودة لفلسطين. للأسف سياسيا يعني دور السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير سلبي جدا تجاه قضية فلسطين، ومن خلال استمرار المفاوضات والتنسيق الأمني والاحتلال، ولكن على المستوى الشعبي الفلسطيني الشعب الفلسطيني يثبت عام بعد عام أنه متمسك بكل حقوقه وثوابته الفلسطينية وفي مقدمتها حق العودة. أيضا بالمناسبة يعني في هذه الذكرى المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج وملف اللاجئين والعودة في المؤتمر أطلق حملة تطالب بريطانيا هي المسؤولة سياسيا وأخلاقيا وقانونيا عن تصريح بلفور. المؤتمر الشعبي أطلق هذه الحملة عبارة عن رسائل شعبية ومؤسساتية توجه لبريطانيا والسفارات البريطانية حول العالم لتتحمل بريطانيا مسؤولية النتائج الكارثية التي ألحقتها بالشعب الفلسطيني.
شكرا جزيلا لك من أمستردام، متحدث باسم حملة مواجهة القانون القومية الإسرائيلية سيد ماهر حجازي.